أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج يسأل. الصراع الليبي مستمر وسط تحشيدات عسكرية، هل الحل الدبلوماسي أمام جدار مسدود؟ وما هو المطلوب من واشنطن؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع ضيف يسأل لهذا الأسبوع الدكتور إلي أبو عون. الدكتور إلي أبو عون هو مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد الولايات المتحدة للسلام. شغل مناصب عديدة في مؤسسات عربية وأوروبية مختصة بحقوق الإنسان، منها المجلس الدنماركي للاجئين والصندوق العربي لحقوق الإنسان. دكتور إلي أبو عون أستاذ زائر في الجامعة اليسوعية في بيروت، وقد شارك بكتابة وتحرير العديد من الكتب والتقارير الدولية. دكتور إلي، شكرا جزيلا لتلبيتك دعوتنا عبر شاشة السكايب. شكرا لك. دكتور إلي، يبدو بعد عملية قاعدة الوطية أن التدخل العسكري التركي في ليبيا خطير ومكلف، هل يتجه الأمر نحو حرب إقليمية؟ أنا بعتقد الحرب الإقليمية موجودة، يعني مش مضطرين نتجه لها لأنه أصلا موجودة، بس اليوم شكل الحرب مش بس في ليبيا، بكل منطقة الشرق الأوسط اختلف، لأنه صارت حرب عبر الوكلاء، وبالتالي كان النزاع الإقليمي قائم عبر الوكلاء لمصار له 10 سنين تقريبا بليبيا. هلأ اللي عم بيصير أنه شفنا تدخل مباشر من تركيا، بس أنا برأيي ما بيزيد شيء على طابع النزاع اللي هو طابع إقليمي وكان موجود أصلا. يعني طيب، وشو تعليقك على هدول الضربات العسكرية اللي شهدتها قاعدة الوطية؟ يعني ماذا تعني هذه الخطوة؟ هل هي رسالة معينة موجهة لتركيا؟ طبعا في رد فعل على يعني التقدم اللي عملته تركيا وحلفائها في ليبيا بالفترة الأخيرة، بس أنا شخصيا ما بعتقد إنه معركة وحدة هي فيها رسالة محددة، وهيك يمكن شوي في مبالغة إنه واحد يقرأ معركة بهالمنظار استراتيجي. يعني هو المعارك بيكون طبعا لهم أهمية، بس بيكون الإطار السياسي طبعاً أوسع من معركة وحدة، واليوم الإطار السياسي بليبيا معروف شو هو، اللي هو يعني معركة أو نزاع بين تركيا ومجموعة دول أخرى بهم يكون في نظام سياسي معين في ليبيا اللي هو طابعه له طابع إسلامي، وفي قوى أخرى عم تحاول تقاوم هذا الجهد وتحاول أن تخلي يعني الحركة الإسلامية بليبيا ما توصل إلى الحكم. طبعا في جوانب أخرى تتعلق بالنفط والاقتصاد و الوصول إلى الساحل المتوسط وإلى آخره، بس عم بقول بشكل عام الإطار السياسي هو يعني هذا عنوانه الكبير، وتحته بيجي عناوين كثيرة منها ما يتعلق بأجندات ليبية خاصة، يعني بين نظام مركزي، نظام فيدرالي، تقسيم ليبيا، الخلاف بين مكونات المجتمع الليبي إلى آخره. نعم، ورح نتحدث أكثر بهدول المواضيع بسياق الحلقة. خلينا نتحدث شوي عن الاتحاد الأوروبي يلي اعتبر أنه تركيا عم تستخدم لغة القوة وعم تستمر بإرسال آلاف المقاتلين إلى ليبيا. من يستطيع التأثير على تركيا غير ترامب؟ أولا أنا برأيي الاتحاد الأوروبي تخاذل في واجباته، لأنه السماح لتركيا بنقل آلاف المقاتلين من سوريا ومناطق أخرى هو بحد ذاته أو بالدرجة الأولى خطر على الاتحاد الأوروبي قبل ما يكون خطر على أمريكا أو على أي دولة تانية، وبالتالي المعني الأول كان بهذا الموضوع أو بوقف هذا الموضوع كان لازم يكون الاتحاد الأوروبي. مع الأسف الاتحاد الأوروبي في حالة ليبيا وفي حالات أخرى برهن أنه بالسياسة الخارجية من الصعب جدا أنه يكون عندهم يعني خيارات موحدة، دائما عندهم انقسام فيما يتعلق بالملفات الخارجية، السياسة الخارجية، وتجلت أكثر شيء بليبيا يمكن بالمنطقة، أكثر مطرح تجلى هذا الانقسام الأوروبي هو في ليبيا، وهذا منعهم أنه يلعبوا الدور اللي ذكرت لك إياه قبل، وأنا برأيي كان دور مهم جدا، لأنه اليوم يعني أنت بثلاث أشهر بتنقل 10 أو 20 ألف مقاتل، بس بدك 20 سنة لتلغي مفعوله. أكيد. وهن جيبون قعدوا لهم اياهم على باب المتوسط، يعني على ابواب اوروبا جنوب المتوسط، فانا برايي كان خطا استراتيجي كبير عملوا الاوروبيين انه ما عرفوا يتحدوا او ينسقوا سويه لمنع تركيا من
القيام بهذا الأمر قبل ما يحصل. يعني هلأ ممكن واحد يعني يتأسف على اللي حصل، بس ما نعم، راح يفيد للأسف، اللي حصل حصل خلاص. هل بإمكان أوروبا أن تستلحق هذه المشكلة وتجد حلا لها، ولا أو فات الأوان؟ يعني بالسياسة ما في شيء فات الأوان، على الآخر دائما في مخارج، بس طبعا كل ما تفاقمت المواضيع كل ما المخرج بيصير مكلف أكثر وبده وقت أكثر. مظبوط، طبعا في طريقة، نظريا في طريقة، لا إنه يعني الاتحاد الأوروبي يصير عنده أو يقدر يطور يعني منظومة ضغط متكاملة على ونظرة تركيا، موحدة. وإنه يكونوا متحدين في الضغط على تركيا ويجبروها إنه تعالج هذا الموضوع. بس مثل ما قلت لك، هذا الموضوع أول شيء صار أصعب شوي، ثاني شيء مكلف سياسيا يعني مش ماليا، وثالث شيء بده وقت أكثر. أوكي، بالتالي كان أسهل لهم كثير من سنة أو من سنة ونص إنه يمنعوا هذا الأمر من أن يحدث من أساسه. بالفعل دكتور إلي، وهلأ ألمانيا تترأس الاتحاد الأوروبي، هل برأيك رح تتغير سياسة الاتحاد الأوروبي؟ يعني خصوصة أنه مؤتمر برلين كان موجود يعني بألمانيا وهي اللي كانت راعية له. هلا طبعا الالمان حاولوا يلعبوا دور يعني توفيقي، بس انا تقديري الشخصي انه ما نجحوا فيه، يمكن مش بسببهم هن، بسبب تعقيد النزاع نفسه، بس النتيجه انه ما قدروا يعني يوصلوا الافرقاء الى اي نوع من الارضيه المشتركه. وبالتالي هلا رئاسه او ترأس المانيا الاتحاد الاوروبي ما بعتقد رح تغير كثير، لانه نفس العناصر يلي منعوا ألمانيا من أنه توصل إلى حل أو توصل الليبيين إلى حل في السنة الماضية، نفس العوامل بعد موجودة إذا مش أكثر. هلا ما بتصور أنه الترأس بحد نفسه رح يغير شيء. ويبدو بالفعل أنه فرنسا هي رأس الحربة وهي اللي عم بتقوم بالمبادرات يعني، وعم بيصير في تصعيد كتير كبير بين تركيا وفرنسا، وهذا التوتر المتزايد بين أنقرة وباريس عم بيهدد حتى وحدة حلف شمال الأطلسي. يعني أنت حضرتك وين بتشوف هذا التوتر؟ إلى أين يعني ما هي نهايته؟ يعني أنا ما عندي توقع وين رح ينتهي، بس واضح إنه يعني فرنسا وتركيا على واقفين على يعني نقيضين بموضوع، على الأقل بالملف الليبي، بس كمان في مصالح مشتركة بمكان معين، وفي كمان أوراق ممكن تلعبها تركيا، منها ورقة اللاجئين بتخلي انه فرنسا تعيد التفكير بزياده منسوب الضغط كثيرا. ويمكن تركيا يعني باستعمال ورقه اللاجئين ان تحدث يعني تاثير غير مباشر على فرنسا من خلال دول اوروبيه اخرى لتهدئه فرنسا وعدم احراج تركيا اكثر بهذا الموضوع. هلا موضوع حلف شمال الاطلسي، يعني صراحه ما كثير يعني بتابع ديناميكيات داخل الحلف، ولكن هيك نظرة يعني من نظرة خارجية إلى الحلف، إنه دائما مهما تفاقمت الخلافات بيرجعوا بعدين بيصير في دور توفيقي ضمن دول الأعضاء في الحلف، بيرجعوا برتبوا الأمور بالتي هي أحسن، لأنه مش ليبيا منا أول ملف خلافي ضمن الحلف، كان في قبل غير ملفات خلافية، بس كمان الخلاف كان يوصل إلى حد معين وبعدين يدخل يعني أطراف محايدة أو عندها يعني نية بلعب دور توفيقي وكانوا يرتبوا الأمور التي هي أحسن. يعني هل برأيك هذه الطريقة للضغط على تركيا أنه توقف تتدخل بالملف الليبي؟ أنا لا ما أنا ما شايف إنه الحلف الشمال الأطلسي هو لا الساحة أو قصدي سوري، البلاتفورم. الدور الفرنسي عم بحكي أنا كفرنسا، هي يعني عم بتمارس لا الدور. فرنسا لحالها صعبة، لا إذا ما صار في موقف أوروبي موحد وحازم من تركيا ما راح الضغط ما راح يكون بالدرجة المطلوبة. طبعا ممكن يعملوا ضغط إعلامي سياسي إلى آخره، بس ما راح يكون بالدرجة المطلوبة إلا إذا أوروبا كلها اتفقت تاخذ موقف واحد من هذا الموضوع. وطبعا بهالحالة أنا ما بتصور إنه أمريكا راح تكون خارج هذا الموقف، يعني بمجرد إنه أوروبا اتفقوا أو الأوروبيين اتفقوا على موقف معين، حكما دول مثل أمريكا وغير أمريكا يعني من
حلف الأطلسي أو الغرب رح ينضموا إلى هذا الموقف، وبالتالي رح يصير أقوى بعد. دكتور إلي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده سترد على أي قرارات يتخذها الاتحاد الأوروبي بحقها. كيف يمكن إيقاف التصعيد ومن يستطيع ذلك؟ أول شيء يعني طبعا تركيا من الأساس كان عندها مواقف واضحة أنه أي استفزاز من أي طرف آخر سوف ترد عليه، فأنا يعني لا أقرأ هذا التصريح على أنه تغيير في السلوك التركي بشكل عام. من الأساس كانوا هن عندهم مواقف حازمة ومعتبرين أنه الملف الليبي هو ملف استراتيجي بالنسبة لهم، وإلا ما كانوا حطوا هالاستثمار العسكري اللي حطوه بليبيا على الأقل بالفترة الأخيرة. هلا مين بيقدر يخفف التوتر؟ انا بعتقد انه امريكا بحكم يعني ظروف معينه ابعدتها عن الساحه الليبيه لفتره معينه، ولكن هذا الابتعاد عن الساحه الليبيه اليوم بيسمح لامريكا انه تلعب دور توفيقي بين الاوروبيين وبين الاتراك وبين اطراف اخرى كمان، يعني دول مثلا دوله الامارات او غيرها او مصر. ولكن في مشكلة أساسية أن أوروبا منا على موقف واحد، وبالتالي التعامل مع الاتحاد الأوروبي بالمفرق يعني كل دولة لحالها رح يكون غير مشجع لأي دولة، لا أمريكا ولا غيرها، أنه يدخلوا بهيك مثلا. فبنرجع على الفكرة الأساسية أنه توحيد الرؤية الأوروبية بالنسبة لليبيا هو من أهم متطلبات أو من أهم الأمور المطلوبة من شان يصير في أي جهد لحل الموضوع الليبي. طيب دكتور إلي، لماذا تترك أوروبا مصير ليبيا بيد أردوغان وبوتين؟ لأنه المنقسمين، أنا ما بعتقد يعني بالإنجليزي بيقولوا مانا باي ديزاين، يعني مش قصدهم إنه هن يتركوه، بس انقسامهم هو اللي عم بيؤدي إلى إنه تجي دولة إقليمية مثل تركيا وتعبي هذا الفراغ. وانا يعني بستغرب انه الاتحاد الاوروبي اللي صار له يعني عشرات السنين عم بيحاولوا يعني يلاقوا في اليات لاتخاذ القرار والتوافق الى اخره، يكون عاجز عن يعني تطوير او تظهير رؤيه مشتركه بالنسبه لملف هالقد حساس واستراتيجي اللي هو الملف الليبي. وماذا عن إدارة ترامب؟ هل هناك انقسام بوجهة النظر الأمريكية حول الملف الليبي؟ لا يوجد ملف ما عليه اختلاف بوجهات النظر في واشنطن. حضرتك بتعرفي ويمكن المشاهدين بيعرفوا انه في موضوع السياسه الخارجيه في واشنطن في اقطاب، في قطب يعني البيت الابيض او الامن الوطني، الفريق الامن الوطني، في قطب وزاره الخارجيه، في قطب وزاره الدفاع، وفي حالات بكون في قطب اضافي رابع هو السي اي اي او جهاز المخابرات. وبالتالي يعني انت عم تحكي عن مجموعه اشخاص عندهم رؤى مختلفه واجندات مختلفه ويعني حتى ببعض الاحيان قيم مختلفه، فاكيد في اختلاف. هلا حاليا الملف الليبي، الخلاف او الاختلاف داخل واشنطن على الملف الليبي منه كثير بعد مظهر، منه ظاهر، يعني بعضهم بشكل او باخر في توافق انه مين يمسك ملف الليبي اللي هو بعدها الى درجه كبيره ماسكينه يعني الخارجيه بمساعده بعض الاشخاص من الامن الوطني. وفي الجانب وزاره الدفاع داخل بس بجانب معين، الافريكوم يعني داخلين مزبوط. فقط بموضوع يعني العسكري، الموضوع العسكري طبعا اللي هو نعم اختصاصهم ومكافحة الإرهاب وقضية بقية أفريقيا وإلى آخره. ففي تقسيم أدوار داخل الإدارة الأمريكية بيسمح إنه الاختلاف وجهات نظر ما يتظهر إلى العلن. ولحد هلأ كان موقف الولايات المتحدة وموقف نوعاً ما مبتعد عن التدخل المباشر في الموضوع الليبي، وتركين دورهم انه بملفات معينه خطوط حمر معينه اللي معتبرينها، منها مثلا دعم حكومه الوفاق اللي اعتبروها انه منبثقه عن اتفاق سياسي، منها كمان يعني التركيز مع حكومه الوفاق على انه تسليم الامر لمجموعات مسلحه في طرابلس هو غير مقبول،
يعني امريكا لعبت نعم دور كبير في ما بدي اقول و الضغط، ولكن في اقناع حكومه الوفاق انه دور و المجموعات المسلحه في طرابلس لازم يرجع ينعاد النظر فيه. وكمان ابقوا على يعني قنوات تواصل مع اطراف اخرى في ليبيا، ان كان في الشرق ولا في الجنوب. سنتحدث أكثر عن دور واشنطن وإنما بعد الفاصل. مشاهدينا تابعونا فاصل صغير ونعود. أهلا بكم مجددا مشاهدينا في الفقرة الثانية من برنامج يو اس ال لهذا الأسبوع مع ضيفنا لليوم الدكتور إلي أبو عون. دكتور إلي، أعلنت الخارجية الأمريكية عن اجتماع افتراضي جرى مع حكومة الوفاق حول تسريح الميليشيات في ليبيا. هل تستعجل واشنطن بحل الميليشيات لفصل الإسلاميين والجهاديين عن الآخرين؟ لا، أنا لا أعتقد أنه طرح الموضوع في عجلة، بالعكس، أو في استعجال. بالعكس، أنا بعتقد أنه هذا الموضوع مهم جدا، وأنا بعرف أنه مش أول مرة يعني بيطرحوه مع حكومة الوفاق. يعني هذا كان جزء من النقاشات الدائمة بين الإدارة الأمريكية وحكومة الوفاق. يمكن هلأ صار عم ينعطى يعني هالة أكبر، بس الموضوع كان مدرج على يعني على جداول الأعمال دائما أو بشكل دائم. لماذا هلأ هلأ عم ينعطى هالة أكبر؟ بعتقد لأنه هلأ حكومة الوفاق عززت تموضعها السياسي من بعد يعني التقدم الجغرافي اللي حصل على الأرض. حكومة الوفاق صارت بوضع سياسي شوي أقوى من السابق، وبالتالي يمكن الإدارة عم تستفيد من هذا الوضع لترجع تذكرهم إنه يعني هالجهد كله يجب أن يستكمل بإيجاد حل لموضوع المجموعات المسلحة. بس كان عم أقول لك على موضوع الاستعجال، يعني عنصر العجلة ممكن يضر إذا بتنفيذ أو عفواً بتصميم برامج تسريح الميليشيات أو بتنفيذ صار في استعجال، هونيك الخطر. أما بطرح الموضوع وبدء بالتفكير بحلول معينة، أنا برأيي ما في استعجال أبداً. بس أنا بتمنى على كل أفريقيا، كان الولايات المتحدة ولا حكومة الوفاق ولا كل أفريقيا الليبيين، أن يكونوا يعني شو بيقولوا متيقظين لتعقيدات هكذا ملف، وانه ما يحطوا خطط فيها استعجال، لانه اذا فشلت يعني ثمن الفشل اكبر بكثير من ثمن الاستمرار بالحاله مثل ما هي اليوم. وبالتالي مهم جدا انه يصير في تشخيص جيد لهذا الملف، ويصير في حلول تاخذ بعين الاعتبار تعقيدات معينة. مثلا واحدة منهم هي انه حكومة الوفاق ما عليها توافق من جميع الافرقاء الليبيين، يعني هي شرعية الحكومة عليها تنازع داخل ليبيا، عم بحكي دوليا ما في تنازع، لكن داخل ليبيا في تنازع على شرعية حكومة الوفاق. الموضوع الثاني انه اليوم المجموعات المسلحة منا كلها عم تحارب من شان قضية سياسية او ايديولوجية. اليوم مثل ما صار بغير بلدان، يعني بلبنان وبسوريا، اول حرب ببلشوا يعني هيك مجموعات من الشباب انه عندهم قضيه وعندهم فكر والى اخره، بعد كم سنه بتصير القصه مافيات وبزنس مرتزقة. وتغيير والى اخره. وبالتالي هيدي صار عم تدر دخل الى هؤلاء المجموعات، وضرب المصالح الاقتصاديه دائما معقد واصعب من ضرب المصالح السياسيه او غيرها. وبالتالي مشان هيك برجع بقول لك، يعني طرح الموضوع على الطاوله منه مستعجل، ولكن انا يعني اللي بقول انه رح يكون خطير اذا صار في خطط فيها استعجال، يعني تصميم الخطط وتنفيذها صار في استعجال، هونيك المصيبه الكبيره. يعني اللي بفهمه من حديثك انه هذا الموضوع هو أولوية أمريكية. وغير دول مش بس امريكيه، في غير دول كمان مشغول بالهم هذا الموضوع. لانه مثل ما قلت لك قبل، يعني اليوم تنامي هذه الحركات في شمال افريقيا ما راح يضل محصور بين يعني الزاويه وطرابلس وطرقونه، يعني راح يتوسع اكثر من هيك، وشفنا سابقا انه توسع الى مناطق اخرى.
وفي بشمال افريقيا في دول بعدها يعني وضعها منه كثير ثابت. يعني نحن عم نحكي عن مثلا الجزائر، يعني دولة هلا السنة الماضية عملوا انتخابات، بعده الحكم عفوا الحكومة المنتخبة بعدها يعني شوي ما اكتسبت النضوج السياسي الكامل يعني، وبالتالي الوضع بالجزائر كمان في نقاط ضعف معين. مظبوط. في بلدان أخرى بأفريقيا ممكن أنه هذه المجموعات تستغل ضعفها كمان لتنفيذ عمليات أو لتثبيت وجودها، وبالتالي أمريكا والمجتمع الدولي بشكل عام ما بينظروا إلى خطر هذه المجموعات فقط من المنظار الليبي، بينظروا له إلى منظار أبعد اللي هو منظار الأفريقي بشكل عام يعني. ومن هون موضوع اهتمام أفريكوم البالغ في هذا الملف. يعني أفريكوم عندهم هاجس كبير يعني كون ليبيا بوابة من أفريقيا، تطور. نعم كون ليبيا البوابة إلى أفريقيا. نعم نعم فإيه لا موضوع مهم. طيب، يخشى الخبراء بواشنطن من الفارق الكبير بين خطة الولايات المتحدة وخطة حكومة الوفاق بخصوص الميليشيات. يعني الولايات المتحدة بدأت تسريح الميليشيات في حين ترغب الوفاق بدمجهم في القوى العسكرية، ورأى الخبراء الأمريكيون أن هذا يشكل إشارة سيئة لن تسمح بتشكيل جيش وطني بل تجمع ميليشيات. ما هو المخرج برأيك؟ هلا انا ما يعني صراحه نحن كمعهد او انا شخصيا ما عندنا خطه ومخرج متكامل، ولكن بشكل عام الامثله الاخرى من غير دول فرجت انه نسبه الفشل اذا اعتمدت مقاربه الدمج نسبه الفشل تكون اكبر عاده، لانه بتكون دخلت ناس يعني غير منضبطين وغير ملتزمين بأي قيمة أو قضية أو إلى آخره، وأعطيتهم صفة رسمية ليمارسوا نفس النشاط، ولكن بدل ما يمارسوه بصفة ميليشيات يمارسوه بصفة الحكومة. وهذه أمثلة موجودة بالمنطقة وبالعالم، يعني منها بلبنان، منها بالعراق، منها مناطق أخرى نعم. وما نجحت أبدا. وبالتالي أنا بعتقد أنه الإصرار على أنه في بعض المجموعات أو بعض الأفراد في المجموعات يجب أن تصرح ويجب أن لا تكون مشمولة بالدمج، أنا بعتقد هي مقاربة صحيحة، لأنه هذا الدمج هيك بالجملة يعني ما ممكن يؤدي إلى نتيجة إيجابية. هلأ تقنيات التصنيف وتقنيات شو بيقولوا يعني الجدول الزمني وإلى آخره، هيدا يعني بدها خبراء يعني يبحثوا فيها ويشوفوا شو الافضل، شو افضل صيغه للواقع الليبي. بس بالاطار العام انا بعتقد انه في يعني قلق مشروع من قصه انه يصير في دمج بالجمله. دكتور إلي، قالت الخارجية الأمريكية في بيان بعد الاجتماع مع وزير داخلية الوفاق والوفد الليبي أن الطرفان أكدا من جديد أن الجماعات المسلحة التي تحاول إفساد العملية السياسية أو الانخراط في أعمال إجرامية لن تفلت من العقوبات الدولية. هل على الإدارة الأمريكية البدء باستخدام سلاح العقوبات ضد كل من يعرقل العملية السياسية في ليبيا؟ انا بعتقد بلشوا يعني ما انه جديد، في كثير اسماء ليبيين بلشت تدخل على هذه اللوائح، بس انا بعتقد انه المعايير بعدها محصوره اكثر ب يعني بامور تتعلق بممارسه الارهاب او يعني عمليات عسكريه معينه. بعد ما انا لحد علمي على الاقل ما صار في عقوبات على اشخاص، بس بمجرد انه نشاطهم السياسي يعني معارض للحكومة الوفاق. أنا ما بعتقد أنه الولايات المتحدة سوف تذهب إلى هذا الحد حتى في لأنه تفرض المستقبل، عقوبات. حتى في المستقبل. ما بتصور، ما بعرف يعني ما عندي معلومة، بس ما بتصور أنه رح يروحوا إلى هذا الحد. بالعكس المحاولة اللي عم يعملوها أنه أن تكون العملية السياسية شاملة، وأنه يجيبوا الناس اللي خارج العملية السياسية إلى العملية السياسية، بدل ما انه يبلشوا يعاقبون يعني بامور معينه. ولكن هذا الاعتبار يسقط اذا هذه الجماعات اللي عم نتكلم عنها انخرطت سابقا او تنخرط حاليا في عمليات ارهابيه او عمليات عسكريه معينه او تهريب او الى اخره، ساعتها راح يتغير النظره لهم. اما فقط مجموعه
تعارض حكومة وفاق سياسية، أنا بتصور رح تكون مقاربة مع مرنة أكثر من أنه يحطوها على لائحة عقوبات. هل بدأت إدارة ترامب باتخاذ دور قيادي في ليبيا بعد أن كانت تتبنى مبدأ القيادة من الخلف كما شاهدنا مع أوباما؟ مش بس مع أوباما، أنا يعني رأيي في موضوع السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة أنه هو غير مرتبط بإدارة معينة. طبعا في تغييرات من إدارة أخرى، ولكن تحديدا هذه قصة القيادة من الخلف مش مرتبطة بإدارة معينة، هي بدأت من بعد ما الرأي العام الأمريكي لاحظ أنه الحملات العسكرية الكبرى اللي عملوها بداية القرن، بداية عفوا العقد، يعني نعم. ال 2001 و2003 لم تؤدي إلى النتائج المرجوة، يعني شافوا أنه تجربة أفغانستان فشلت عسكريا وسياسيا، ورجع شافوا في تجربة العراق فشلت عسكريا وسياسيا، وبالتالي صار في نوع من التوجس عند الرأي العام الأمريكي بجميع أطيافه، كان جمهوريين ولا ديمقراطيين، أنه يا أخي نحن عم نبعث يعني شباب يموتوا، وعم ندفع مصاري، عم نتكلف وهذا، وما عم نوصل للنتيجة اللي نحن بدنا إياها. فصار في نوع من تشاؤم أو توجس أنه هذه الحملات غير مجدية وغير مفيدة، وصار في ضغط على صناع السياسة في واشنطن كمان من جميع الأحزاب أنه ما تفوتوا بقى بهول الحملات العسكرية الكبرى. بعدين اجى طبعا غير احداث، منها ما يسمى بالربيع العربي، ومنها بعدين اغتيال السفير الامريكي في بنغازي والى اخره، كلهم ساهموا في وضع حواجز امام الولايات المتحده من انه يكون عندها دور يعني يعني ظاهر اكثر، او دور مثل ما كان موجود قبل. وطبعا الازمه الماليه عام 2008 وتداعياتها والى اخره. فلكل هول العوامل اليوم لا امريكا ولا غير امريكا قادرين انه يفوتوا بنفس المنهج اللي كانوا يستعملوه سابقا. وهيدي وحده من مسببات انه طبيعه النزاع مثل ما حكينا قبل تحولت من نزاعات مسلحه مباشره الى نزاعات عبر وكلاء. لانه ارخص، يعني اليوم انت بتجيب مجموعه بتعطيهم مبلغ معين، شويه سلاح وتدريب، وبروحوا بيقتلوا باسمك. وبالتالي انا لا اعتقد ان الموضوع مرتبط باداره ترامب تحديدا، هو مرتبط بتموضع سياسي امريكي عام يتخطى الانقسام الحزبي في الولايات المتحده. هلا حاليا بالاشهر الاخيره شفنا انه في اعاده تنشيط للدور الامريكي، شفناه مش بس بليبيا، شفناه بلبنان، شفناه بالعراق، شفناه باكثر من مكان في يعني في المنطقه، وفي ليبيا تحديدا كمان. ما بعرف، يعني احدى التحليلات اللي سمعتها او اللي قريتها انه هذا مرتبط كمان ب يعني قرب الانتخابات الرئاسيه نعم. الامريكيه، وبضروره تظهير نوع من نجاحات او يعني انجازات معينه في السياسه الخارجيه الامريكيه. ممكن يكون هيك، ممكن يكون غير شيء، بس اكيد في تغيير طفيف، ولكن انا لا اعتقد او لا ارى انه هذا التغيير هو تغيير بالنمط العام، يعني استراتيجي، مجرد تغيير تكتيكي بس بكيف يتعاملوا مع بعض الملفات، ولكن رح يضل في حذر أمريكي بشكل عام من التورط أو التدخل بشكل كبير في النزاعات المسلحة بالمنطقة. نعم، ولكن هل برأيك غياب التدخل الأمريكي أساسا هو اللي سمح لتفاقم الوضع بليبيا والأزمة الليبية ودخول عدة لاعبين؟ ساهم، أنا ما بقول لحاله سمح، بس أكيد ساهم. لو أمريكا كانت عم يعني بعدها عم تلعب دور قائد الفرقة الموسيقية، يعني قائد الأوركسترا في ليبيا، ما كان هالقد صار في مساحة لبعض القوى الإقليمية إنه تتدخل بأجندات يعني شمال ويمين. بس كمان في أسباب أخرى، مش بس غياب الدور الأمريكي، كمان في أسباب أخرى ساهمت بهذا الموضوع. يعني في تغييرات عم تصير بالمنطقة على صعيد جيوستراتيجي، في قوى إقليمية جديدة عم تطلع، في يعني في دول كان بآخر 40 50 سنة كانت دول أساسية في المنطقة، يعني عم تحكي مصر، سوريا، العراق مثلا، اللي كانوا هن رأس الحرب بأي سياسة عربية أو بأي حرب عربية. اليوم ثلاثتهم صاروا دول يعني ضعيف لأسباب مختلفة، ولكن هول ثلاث دول كبار صاروا ضعاف. صار عندنا
صعود مثلا لدول في الخليج، يوم عندك السعودية الإمارات قطر عم يلعبوا أدوار كانوا يلعبوها قبل العراق وسوريا ومصر. عندنا موضوع تركيا اللي كانت دولة قبل أردوغان يعني ماشي بخط معين علماني وإلى آخره، إجا أردوغان غير وصار نعم بده يلعب دور إقليمي. بآخر 30 سنة أو 40 سنة شفنا كمان إنه الثورة الإيرانية، الثورة الإسلامية عفوا بإيران غيرت كمان، يعني في تغييرات استراتيجية صارت بالمنطقة خلت إنه اللاعبين والساحات أن تتغير. هل برأيك تستطيع ستيفاني ويليامز والسفير ريتشارد نولاند أنه ينشطوا السياسة الأمريكية في ليبيا؟ أول شيء السفيرة ستيفاني ويليامز ما بعتقد إنه هي يعني عم تشتغل لصالح الإدارة الأمريكية، السفيرة ستيفاني ويليامز ببعثة الأمم المتحدة مظبوط. وهي استقالت من يعني من وزارة الخارجية الأمريكية، وبالتالي أنا ما بتصور إنه هي تعكس بتصرفاتها خيارات الإدارة الأمريكية أو إدارة واشنطن. نعم. ممكن يكون في تلاقي ببعض الموضوع، بس منا هي منا الايجنت، يعني منا هي الوكيل نعم اللي بنفذ بالفعل. سياسه امريكا. سفير نورلاند ماذا طبعا عن هو السفير؟ سفير الولايات نعم. المتحده، نعم، واللي بيعمله اللي بيقوله بيمثل طبعا اراده الاداره. وانا يعني اذا بدي راقب تغيرات الموقف الامريكي، انا براقب اكثر تحركات واقوال السفير اكثر ما براقب تحركات وأقوال السفيرة ويليامز، اللي هي مثل ما قلت لك إن هي موظفة أمم متحدة، منا بقى يعني أنت ما عندها برأيك صفة سبق الأمم واستقال. المتحدة ما عم تلعب الدور اللي لازم تلعبه بليبيا؟ الأمم المتحدة دائما أنا برأيي بمكان ما عم ينظلم، مش دفاعا عنهم، يعني ممكن في يعني وقت تشتغلي بملف معقد مثل الملف الليبي أو اليمني أو العراقي أو السوري لابد ما انه يصير اخطاء، ما حدا بيشتغل بهيك ملف معقد وما بيصير فيه اخطاء. ولكن اغلب الناس بتنسى انه الامم المتحده بالنهايه هي منظمه يعني ترعى امورها او تاخذ القرار فيها مجموعه من الدول الكبرى. وبالتالي مساحه الامم المتحده تحددها المساحه المشتركه بين اجندات هذه الدول. نعم. فانت اليوم بعينه مثلا نفترض عينوا حضرتك رئيس بعثه الامم المتحده ببلد معين، المساحه الموجوده عندك هي المساحه اللي الدول قدروا اتفقوا عليها، فانت قد ما كنت عندك كفاءات ومهارات والى اخره بالنهايه بتوصلي الى مكان مسدود. عم بحكي بالملف السياسي، هلا بالملف الانساني ملف التنميه الامور تختلف، نعم. وهون يعني كفاءه الاشخاص تلعب دور اكبر. أما بالملف السياسي كفاءة الأشخاص بتلعب دور، ولكن دائما هذا الدور محدد بالمساحة اللي الدول بتكون اتفقت عليها. وكمان في جانب آخر مهم جدا هو إرادة القوى المحلية. يعني صحيح أنه ليبيا هي حرب وكلاء وفي تدخل إقليمي وتدخل دولي، بس كمان في غياب إرادة تام عند أغلب الأفرقاء الليبيين بإيجاد حل سياسي. نعم. يعني حتى أنا يعني باجتماعات معينة يعني ممثلين هول الدول اللي نحن شايفينهم انه عم يدعموا افريقيا الليبيين هن بيشتكوا انه يعني في غياب تام عند الليبيين لانه يصير في حل سياسي في بلدهم، وبالتالي في مسؤولية كمان عند الليبيين في تسهيل عمل الامم المتحدة. اليوم اي شخص بيجيبوا ستيفاني ويليامز ولا غسان سلامة ولا مين ما كان يكون ليرأس هذه البعثة، اذا في غياب ارادة ليبية وفي كمان مساحة محدودة جدا من قبل الدول الفاعلة في الأمم المتحدة ما رح يقدروا يعملوا كثير. يعني حتى وان ستيفاني ويليامز هي دبلوماسيه امريكيه، و يعني ما معقول انه تفعل او تحرك مهمه الامم المتحده بليبيا بطريقه فعاله اكثر. لا، لأنه كمان يعني هي مجرد إنه هي دبلوماسية أمريكية بيعطيها نقاط قوة في مناطق، ولكن بيعطيها كمان نقاط ضعف. مثلا واحدة منهم هي التواصل مع الروس، يعني أنا بعتقد إنه إذا الروس نظروا لها كدبلوماسية أمريكية كل التعاطي الأمم المتحدة مع روسيا راح يكون صعب وفي تحديات، بينما مثلا شخص كغسان سلامة كان يقدر يتواصل مع الروس بشكل يمكن سلس أكثر.
وبرضه ما قدر يجيب نتيجة، مش لأنه هو ما اشتغل منيح، بس لأنه هاي المساحة اللي انوجدت للأمم المتحدة أن توجد حل ما كانت مساحة كافية، ولأنه الليبيين هن ما عندهم يعني إرادة أنه يوجدوا حل سلمي. بعد مثل ما قلت لك بالأول، مع الأسف أغلب الأفرقاء الليبيين بعدهم مصرين على أنه واحد في يعمل انتصار كاسح، يكسح الفريق الآخر ويربح كل شيء لأبو. بعد هاي العقلية يعني متجذرة عند أغلب الأفرقاء الليبيين، وطالما هاي العقلية موجودة ما ممكن حدا يلاقي لهم حل. لازم يكون يعني لازم الأصوات الموجودة في ليبيا التي تدعو إلى حل سياسي، يجب أن يعني يصير عندهم صوت أعلى ومساحة أكبر، وإلا ما رح نقدر نعمل شيء، لا نحن ولا غيرنا. بالفعل دكتور إلي، هل على واشنطن إنشاء قاعدة عسكرية لمواجهة روسيا وغيرها في ليبيا؟ الجواب بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل صغير ونعود. أهلا بكم مشاهدينا في الفقرة الثالثة والأخيرة من برنامج يسأل لهذا الأسبوع. دكتور إلي، ازدياد اهتمام أفريكوم بليبيا، هل هذا يعني أنه رح نشهد إنشاء قاعدة عسكرية لمواجهة روسيا أو غيرها من البلدان في ليبيا؟ أنا أعتقد أنه حتى لو الأمريكان أنشأوا قاعدة عسكرية في ليبيا، وهو أنا شخصياً أمر بستبعده بالوقت الحاضر، ولكن حتى لو هذا الأمر حصل ما رح يكون الهدف الرئيسي منه هو هدف سياسي، يعني مواجهة روسية. رح يكون هدف رئيسي منه هو هدف عسكري يتعلق بمحاربة الإرهاب والحد من التهريب والهجرة وإلى آخره. وبالتالي اليوم يعني تصوير أي جهد عسكري أمريكي في المنطقة على أنه فقط هو يعني موجه ضد روسيا، انا بعتقد هو يعني تفكير خاطئ. اول شيء روسيا خطرها في المنطقه على الولايات المتحده هو خطر سياسي، ما انه خطر عسكري. عسكريا الروس لا يشكلون خطرا على الولايات المتحده، وفي كمان قنوات تواصل بين الولايات المتحده وروسيا، يعني حتى بمنطقه فيها تماس عالي مثل شمال شرق سوريا في حفنة صغيرة من الجنود الأمريكيين، يعني 400-500 واحد محاطين بجنود سوريين والنظام السوري وإلى آخره، ولقيوا ترتيب بين بعضهم أنه ما يصير في احتكاكات أو مواجهات بيناتهم. وهذا بيعكس حالة معينة من العلاقات بين المؤسسات العسكرية الروسية والأمريكية. ومن شان هيك أنا أعتقد أنه اي جهد عسكري من افريكوم في ليبيا، ان كان انشاء قاعده او غيره، راح يكون مسبباته اكثر هي مسببات امنيه وعسكريه وليست سياسيه. الولايات المتحده طبعا متوجسه من التوسع السياسي الروسي في المنطقه، ولكن مواجهه هذا التوسع سوف تكون عبر وسائل سياسيه واقتصاديه وما يسمى بالقوه الناعمه او السوفت باور، أكثر ما هو من خلال إنشاء قواعد عسكرية. وقال الخبير الأمريكي فريدريك ويري أن روسيا تحاول كسب تأثير في العملية السياسية في ليبيا. ماذا عن أمريكا؟ هل أنت مرتاح لفعالية الدور الأمريكي في ليبيا؟ هلا نحن يعني كمعهد ما عادة لا نقيم سياسة الولايات المتحدة إذا هي فعالة ولا لا، اللي بقدر أقول لك إياه أنه ولا نحن بموقع نقول اذا مرتاحين ولا مش مرتاحين. بس اللي بقدر اقول لك اياه انه لاسباب كثيره عددتها بالاجابات السابقه، الولايات المتحده كانت في المقعد الخلفي، مثل ما حضرتك استعملت مصطلح حلو، كانت جالسه في المقعد الخلفي. اليوم صار في قرار في واشنطن انه ينتقلوا من المقعد الخلفي الى مش الامامي الى الوسط. فنحن بدنا نعتبر حالنا بباص مش بسيارة، يعني في عدة درجات كانوا قاعدين ورا نقلوا عم نص هلا، بس ما بعتقد رح ينقلوا لقدام مش بالوقت الحالي على القليلة. لا لا. هل برأيك تغيير الانتخابات، يعني إذا تغير الرئيس يعني مع رئيس آخر مثل جوزيف بايدن، معقول تتغير السياسة الأمريكية باتجاه ليبيا؟ بأمور معينة، بس مثل ما قلت لك قبل أنه تغيير التموضع بشكل عام
هو عابد للإدارات والأحزاب، وهو يعني أسبابه تتعلق ب يعني شعور عام عند الأمريكيين أنه الحملات الكبرى فشلت، وأنه الأزمة الاقتصادية بتفرض أنه هني يوجهوا أنظارهم إلى الداخل، وأنه التدخل دائما عم بجيب لهم ويلات أكثر ما عم بجيب لهم فوائد إلى آخره. يعني في مجموعة من المفاهيم بآخر 20 سنة هي اللي خلت أنه أمريكا تعتمد هذه المقاربة، وأنا لا أرى أنه بهلأ بهالظرف تحديدا هذه العوامل تغيرت أو أي منها تغير. وبالتالي حتى لو صار في تغيير في الإدارة، بعتقد أن الخطوط العريضة للتموضع الأمريكي في المنطقة رح تبقى تقريبا نفسها، مش كثير تغيير كبير يعني رح يصير. نعم، بالفعل يعني عندما يمس الشيء الأمن القومي للولايات المتحدة. طبعا هذا يعني هي من الخطوط الحمر لأي إدارة، ما بي ولا رئيس ولا إدارة بيقدر يتحمل أن يخاطر بهذا الموضوع. بس أغلب الملفات ما بتشكل يعني خطر على الأمن القومي الأمريكي بالمعنى يعني اللي هن بيشوفوه، وبالتالي عم يتعاملوا معه شوي بأريحية أكثر، مشان هيك ما بتشوفي فيها الدرجة العالية من القلق اللي ممكن كنا نشوفه بغير مكان. مثلا يعني نعم أنا بعتقد اليوم أي تطور مثلا بآسيا ممكن يقلقهم أكثر بكثير من الملف الليبي للأمريكيين. اعتبر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن الاتحاد الأوروبي يواجه مسار أستانا جديد بين روسيا وتركيا في ليبيا هذه المرة. هل ينجح أستانا الليبي؟ ممكن ينجح بمعنى انه غياب الدور او غياب الرؤيه الموحده الاوروبيه والموقف الامريكي، لانه ما راح يكون في يعني مقعد القياده مثل ما ذكرنا سابقا، واسباب اخرى ممكن تؤدي انه المساحه المتوفره لروسيا وتركيا ان يلاقوا اتفاق مشترك هي مساحة حقيقية يعني موجودة، وبالتالي ممكن أن نشوف أنه يصير في اتفاق معين بين روسيا وتركيا، مش بالضرورة على حل جذري للموضوع الليبي، ولكن على ترتيبات معينة يعني بتشبه الترتيبات اللي لقيوها بشمال سوريا، منها ملف إدلب، منها ملف الكردي إلى آخره، كلهم قدروا لقيوا ترتيبات مؤقتة على القليلة بتمشيهم سنة سنتين ثلاثة، بشكل إنه ما حدا منهم يستنزف بنزاع عسكري. يعني تقاسم اليوم عم مصالح نشوف بمعنى آخر. نوع من تقاسم مصالح، يعني مثل ما عم نشوف يعني اليوم في دوريات مشتركة بشمال سوريا بين تركيا وروسيا، يعني نعم. وهيدي بتتطلب يعني درجة عالية من التنسيق بين الدولتين، وممكن يكون دولتين عم يعملوا حرب ويكونوا بنفس الوقت عم يعملوا دوريات مشتركة. وبالتالي بالنسبة لموضوع ليبيا، إذا ظلوا الأوروبيين مقسومين وغائبين عن الساحة، أكيد الفراغ رح يجوا عبوه الروس والأتراك من دون شك، وبالملف الاقتصادي رح يدخلوا إذا ما دخلوا يعني دخلوا اوريدي الصينيين وكمان يعبوا الفراغ اللي موجود بالملف الاقتصادي. يعني الصينيين موضوع ملف سياسي ما بهمهم، بهمها أكثر الملف الاقتصادي. يعني بس بنهاية الطريق إنه التقاسم هيدا المصالح رح يكون على حساب الليبيين والشعب الليبي. مشان هيك برجع يعني شوي لفكرة ذكرتها سابقا، اللي هي ضرورة أن يعي الأفرقاء الليبيين أنه ما حدا منهم رح يقدر يربح على الثاني بانتصار صاحب، وبالتالي أفضل شيء أنه هن يبلشوا بعملية التفاوض قبل ما يعني يستنزفوا كليا ويروحوا كلهم ضعاف على طاولة التفاوض، مثل ما صار باللبنانيين بنهاية الثمانينات عندما ذهبوا إلى الطائف، وكان كل واحد منهم يعني تقريبا امره منتهي، لو وصلوا لهونيك بدهم حش خلاص يعني. نعم، يعني أنت برأيك الحل الدبلوماسي ما زال مطروح؟ ما في غيره، مش ما زي ما في ما ممكن ينوجد حل عسكري للنزاع الليبي، ما ممكن. وهيدي يعني اكثر من مره انا يعني حكيت عنها وكررتها وكتبت عنها، انه في وهم يعني في فترة كان وهم انه خليفة حفتر رح يفوت يكسح ويشيل ويحل الميليشيات وهذا،
وأنا كان دائما موقفي إنه إذا هذه الانتصارات العسكرية على الأرض اللي عملها الجيش الوطني الليبي ما ترافقت مع عملية سياسية شاملة وتدعو الجميع إلى المشاركة ما راح ينجح، وهذا اللي حصل. ورجعنا بعدين من شهرين لهلا شفنا انه صار في حماسه على موضوع انه الحكومه الليبيه رح ترجع تاخذ وتسيطر وانه حفتر رح ينهزم، وكمان كان رايي انه ما رح يصير في حل عسكري، دائما رح نوصل لمطرح العمليات العسكريه او الانتصارات العسكريه على الارض بيكون مفعولها محدود الى حد نعم معين، من بعدها بيجي الحل السياسي، وهذا اللي ما عم يعرفوا يمشوا فيه يعني أغلب الأفرقاء الليبيين. طيب، كيف يمكن للجهات الفاعلة الدولية التأثير على فرص التسوية المستدامة للصراع في ليبيا؟ هلا يتوقف على أنا أي جهات عم نحكي. الموضوع الأوروبي بعتقد غطيته، يعني إذا بعد مظبوط. حكيت عنه رح يفسروه إنه يعني عندي مشكلة مع الأوروبيين، أنا ما عندي مشكلة. بس بعتقد إنه عندهم دور أساسي يلعبوه من خلال توحيد رؤية موحدة. وانه يحاولوا يشتغلوا عليها مع حلفائهم في ليبيا، لانه الاطراف الاوروبيين عندهم حلفاء من جميع الميلات في ليبيا. طبعا الولايات المتحده عندها دور تلعبه، وذكرنا قبل كيف ممكن تلعب دور توفيقي، لانه هالغياب اللي حصل بالسنوات الاخيره سمح للولايات المتحده انه تكون شوي خارج الاستقطاب اليومي يعني. وبالتالي ممكن انه يلعبوا دور. أنا بتأمل إنه دولة كبيرة مثل روسيا كمان أن تعي يعني أهمية دورة في المنطقة، وأن تتحول من فريق في النزاع أو طرف يعني في النزاع إلى راعي لعملية سياسية. وهذا الشيء يعني في أطراف داخل روسيا حاولوا أن يسوقوا لهكذا فكرة، جربوا يعملوه بسوريا، ولكن مع الأسف النموذج اللي اعتمدوه بسوريا كان نموذج فاشل. وشفنا انه كل التسويات اللي الروس ساعدوا في ابرامها وكانوا هن رعاة لها في سوريا رجعت فشلت، وهلا المناطق اللي صار فيها التسويات عم يرجع يصير فيها نزاعات عسكريه جديده او مسلحه جديده. فانا بتامل انه يتعلموا من التجربه السوريه وانه يمارسوا دورهم كدوله كبرى، لانه روسيا دوله مهمه ولها دور، بس لازم يكون دورها ايجابي وبناء، ما بيقدروا يكونوا يعني عم يرسلوا مرتزقة بهالشكل وبعدين يطالبوا انه يكون لهم دور سياسي وبناء. وفي كمان مجموعة دول عربية بعتقد انه يعني ما بدي كثير احكي لانه بدها حلقة لحالها، اذا بدنا نحكي عن الانقسامات العربية وهذا، بس كمان في دور طبعا لدول عربية انه تلعبوا في ليبيا للمساعدة في حل هذا النزاع. نعم، وبالحديث كمان عن النزاع الليبي ما فينا ما نحكي عن النفط الليبي أو ملف النفط الليبي. هل برأيك يساهم توزيع عائدات النفط الليبي في إخماد الصراع أو تأجيجه؟ لا انا يعني انا دائما بقول موضوع ملف النفط لانه موضوع مادي من اسهل المواضيع للحل، لان المواضيع العاده معقده بالمفاوضات والتسويات هي مواضيع الايديولوجيه والسياسيه وبالحكم يعني المشاركه في الحكم الى اخره. موضوع النفط دائما بيلتقي له حل، بدل ما واحد ياخذ 100 يعني اثنين بياخذوا 50. وهلا بعتقد انه بالفتره الجايه اسعار النفط رح تضل متدنيه بسبب غياب الطلب، يعني بسبب ركود الاقتصاد العالمي الى اخره، وهيدا رح يخلي انه اهميه ملف النفط تخف شوي. يعني رح يشوفوا انه هو منا الجائزه الكبرى تبع اللوتو يعني انه واحد ياخذ النفط، لانه سعر البرميل رح يكون واطي. فبتامل انه الافرقاء الليبيين يستفيدوا من هذه الفرصه، بخف شوي وهج الملف النفطي وبيقدروا يركزوا على ملفات اخرى ممكن يشتغلوا عليها. بس هو لحاله يعني كملف نفط انه هو ان يعني يؤدي الى اخماد النزاع والحريب في ليبيا ما بتسوى، ممكن يعني بساهم اكيد اذا لقينا تسويه للملف النفطي هي بتكون جزء من عمليه التسويه اللي لازم تحصل في ليبيا، ولكن لحاله لا ما بتكون هو. والتأكيد أنه عائدات النفط ما رح ترجع للمرتزقة الموجودين بليبيا أكيد. طبعا، ولكن الحكي بهذا الموضوع تحديدا الحكي سهل والتطبيق صعب. يعني ممكن ينوجد أطر نظرية أنه كيف نمنع
وصول هذه المجموعات إلى عائدات النفط، ولكن التطبيق سوف يكون صعب كثير. وما يعني واحد أسهل شيء ليتأكد من هذا الموضوع هو النظر إلى تجربة سوريا والعراق وتركيا وداعش وكل تجارة النفط اللي حصلت بها 3 بلدان خلال ومن خلال داعش وعبر داعش وإلى آخره. عم نحكي عن هنيك، يعني كان بعد في مؤسسات نوعا ما موجودة بهول الدول، وبرضه ما قدروا منعوا أن يصل مجموعات من المرتزقة إلى موارد النفط. وأيضا العالم يواجه جائحة الكورونا وكذلك ليبيا، كيف يستطيع المجتمع الدولي أن يساهم في مساعدة الشعب الليبي لتصدي هذه الجائحة؟ هلا في يعني نتائج هذه الجائحة على المجتمع الليبي مثل أي مجتمع آخر. في منها يعني عناصر قصيرة المدى تتعلق بتوفير مساعدات طبية وتوفير يعني فرق طبية إضافية إلى آخره. وفي الموضوع الأكبر اللي هو على المدى المتوسط والبعيد اللي هو إصلاح منظومة الحوكمة، لأنه جزء من عدم قدرة بعض الدول على الاستجابة يتعلق بالحوكمة. هي دول فاشلة، مؤسسات فاشلة، ما عم يقدروا يعني يوجدوا مؤسسات يكون فيها كفاءة ويكون فيها تخطيط بمستوى معين. أوصلت بعض الدول إلى الحالة اللي هي موجودة فيها. طبعا في كتير جهات عم تساهم بالجهد الطبي والإنساني، وهذا شيء جيد وهم مشكورين، ولكن أنا بعتقد أنه الأنظار يجب أن تتجه إلى جانب الحوكمة والمدى المتوسط والبعيد، والاستفادة من هذه الجائحة لبناء بعض المؤسسات على الأقل في ليبيا للقيام بالأدوار الأساسية يعني في إدارة شؤون الشأن العام. دكتور إلي، وفي السؤال الأخير، كيف تصب جهود معهد الولايات المتحدة للسلام في الشأن الليبي؟ نحن طبعا موجودين في ليبيا من عام 2011، وبرامج معهد يعني تتوزع على برامج تتعلق ببناء القدرات لجهات حكومية وغير حكومية وحوارات مجتمعية وأبحاث ودراسات لإعلام صانعي السياسات. هلا مؤخرا كان في جهد أكبر بموضوع الحوارات المجتمعية خاصة في جنوب ليبيا. قدرنا اشتغلنا بأكثر من منطقة وساهمنا أو ساعدنا أطراف ليبيين على المستوى المحلي أن يعني يوصلوا إلى تسويات معينة في نزاعات محلية. وهذا مدعاة فخر لنا كمعهد، لأنه بالنسبة لنا هذه الإنجازات هي اللي بتخلينا مستمرين في عملنا والحماسة في عملنا. طبعا عندنا شراكة نحن نفتخر فيها كمان مع وزارة العدل في طرابلس، بالنسبة لنا شراكة مهمة وهي مستمرة، وأغلب العمل ضمن هذه الشراكة يرتكز على بناء القدرات. هل تفكرون بتطبيق هذه البرامج في المناطق الليبية الأخرى؟ نعم، موضوع الحوارات المجتمعية لأن احنا عندنا خبرة فيه بأكثر من بلد بالعالم، يعني اشتغلنا بالعراق، بشمال سوريا، باليمن، بتونس، وبالتالي بالنسبة لنا هذا نموذج نحن متعودين على يعني العمل عليه. حاليا اشتغلنا بشكل مركز في الجنوب الليبي، ولكن في خطط لأنه يصير في إعادة أو يعني تنفيذ مشاريع شبيهة في غير مناطق في الشرق والغرب الليبي. شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق على أمل أن يتجدد الحوار. مشاهدينا، أشكركم على المتابعة، مني ومن فريق العمل أطيب التحيات. أنا كورين فرحات، أودعكم من واشنطن.